فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. आपने अपना मीडिया का सेटअप सही देख लिया चेक कर लिया. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. फाइनल टेस्ट कर लेते हैं.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء من ربه فانتهى فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت نحمده ونصلي على رسوله الكريم پیچھے بیٹھو اسپیکر ٹک ٹک تھلے آئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب
وأجاب دعوة زكريا وسمع يونس تسبيح ابن متاع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نماز ریکارڈ کی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم بس ہو گئی ٹیسٹنگ جہاں میں ہوں.